أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع التاسع. درسنا العلاقات الدولية والعلاقات العربية مع الأردن. في هذا الفيديو سنقوم بمناقشة الأسئلة بعد مراجعة سريعة لأهم محاور هذا الدرس. كما يظهر أمامكم، الموضوع هو الأردن والقضية الفلسطينية، الموضوع القديم الجديد الذي لا تزال الأردن فيه السند والداعم للقضية الفلسطينية. كما يظهر أمامكم، فقد أولى الأردن القضية الفلسطينية جل اهتمامه، وعدها قضية الأردن المركزية ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. بدأت جذور القضية الفلسطينية والأطماع الصهيونية في فلسطين منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، وقد تبلورت هذه الأطماع في المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا عام 97 و800 للميلاد، إذ تقرر فيه إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. في عام 16 و900 للميلاد وقعت معاهدة سايكس بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا، وصدقت عليها روسيا، وهي الاتفاقية التي تقرر فيها تقسيم بلاد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا، ووضع فلسطين تحت إدارة دولية. وفي عام 17 و900 للميلاد أصدرت بريطانيا وعد بلفور الذي نص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي العام نفسه سيطر الجيش البريطاني على فلسطين، وفي عام 1920 خضعت فلسطين للانتداب البريطاني، الأمر الذي سهل إجراءات الهجرة اليهودية إليها، مما أدى إلى استياء العرب والفلسطينيين، فقاموا بثورات عدة مثل ثورة عام 1920 وثورة البراق عام 1929 والثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي 36 و39. صدر قرار التقسيم رقم 181 عن الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، المتضمن تقسيم فلسطين بين العرب واليهود عام 47 و900 للميلاد، فرفضه العرب، وترتب عليه قيام حرب 48 بعد الانسحاب البريطاني من فلسطين، وكان نتائجها قيام دولة إسرائيل واحتلالها 78% من أراضي فلسطين ما عدا الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهجير مئات الألوف من الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة ومنها الأردن. ولما كانت علاقة الأردن بفلسطين علاقة خاصة تقوم على أسس الأخوة القومية والتاريخ المشترك بين الشعبين. هنا نظراً لتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل إلى عمليات القتل والتهجير القسري الذي مارسته العصابات الصهيونية في أعقاب صدور قرار التقسيم، هب الجيش العربي الأردني للدفاع عن شعب فلسطين عام 48، وخاض عدداً من المعارك على أرض فلسطين، أشهرها معركة القدس، معركة باب الواد، ومعركة اللطرون. وفي عام 50 تمت وحدة الضفتين بين فلسطين والأردن. في حزيران عام 67 عام النكسة وقعت حرب حزيران بين العدو الإسرائيلي وبين كل من مصر وسوريا والأردن، وانتهت هذه الحرب باستيلاء العدو على باقي فلسطين، قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، هضبت الجولان السورية. وفي 21 من آذار عام 68 قام العدو الإسرائيلي بالعدوان على الأردن، واجتاز الحدود الأردنية في غور الأردن من أجل القضاء على العمل الفدائي في الأردن واحتلال المرتفعات الشرقية لوادي الأردن، فتصدى له الجيش الأردني في موقع قرية الكرامة
وكبده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مما اضطره إلى الانسحاب. التواريخ كثيرة. في عام 73 وقفت الأردن إلى جانب مصر وسوريا في حرب تشرين، حرب رمضان. في 88 أعلن الأردن قرار فك الارتباط القانوني الإداري مع الضفة، واستثنى القرار مدينة القدس كي يواصل الأردن وقيادته رعاية المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها والدفاع عنها وتقديم ما يلزم من دعم لصمود أبناء مدينة القدس. الانتفاضة الأولى كانت في 87 احتجاجاً على ممارسات الاحتلال التعسفية ضد الفلسطينيين، وفي 2000 الانتفاضة الثانية التي سميت انتفاضة الأقصى احتجاجاً على انتهاك سلطات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى. كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل وهو أوسلو في عام 93، نص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتفاوض على مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكالعادة تجاهلت إسرائيل قرارات مجلس الأمن المتكررة ورفضت الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. واصلت اضطهادها للشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر بحقه يوما بعد يوم، الاعتداء على المسجد الأقصى. هنا تحرك المقاومون الفلسطينيون في قطاع غزة إلى اقتحام المستعمرات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع بتاريخ 7 تشرين الأول من هذا العام 23، وأسر أعداد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين، مما أثار ردة فعل عنيفة لدى العدو الإسرائيلي تمثلت بهجوم تدميري شامل على قطاع غزة، أسفر ويسفر للأسف عن عشرات الألوف من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية بما في ذلك المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والمساكن المدنية. ولا يزال إلى الآن وإلى تاريخ هذا الفيديو العدو الصهيوني ينتهك ويتجاوز في غزة. أتمنى من الله. بعد أن استذكرنا أهم محاور الدرس عزيز الطالب، ننتقل إلى أسئلة الدرس. أوضح المقصود بكل مما يأتي: التضامن العربي، جامعة الدول العربية، اتفاقية الضمان الجماعي، اتفاقية التضامن العربي. الفكرة الرئيسة: أبين أهمية التضامن العربي، أوضح مرتكزات العلاقات الأردنية العربية، أعدد أبرز مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، أوضح أبرز مواقف الأردن القومية، أبين أهمية القدس الدينية بالنسبة إلى العربي والمسلمين. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى أسئلة التفكير الناقد والإبداعي. نفسر كل مما يأتي: تقديم الأردن الدعم المادي والمعنوي للشعب الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر، تسيير القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عدداً من المستشفيات الميدانية إلى الدول الشقيقة في حالات الحروب والكوارث الطبيعية. أستنتج مواقف الملك عبد الله الثاني تجاه القدس. أحلل قول الملك عبد الله الثاني ابن الحسين: سيستمر الأردن بالعمل على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس. وكما يظهر أمامك هذا الجدول، ستكتب أمام الأعوام التي تظهر أمامك عزيزي الطالب الحدث التاريخي المناسب للتواريخ والموجودة أمامك. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع التاسع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.